مين اللي قتله؟ واحد من كلابي زي ما انت قلت. هو عمل اكبر غلطة ممكن يعملها في حياته فعلا. وانت كمان. احنا خلاص مش محتاجينه. الجيش هيوصل هنا في خلال 5 دقايق. سيف رشدي. خلاص. انت عارف انا من اكبر معجبين بكتابتك، بالرغم انك معاق مشلول. انت من الصحفيين القليلين اللي في مصر اللي لسه ما بقوش راحة، وهي دي مشكلتك، انك مش للبيع. عارف لو كان في ذرة امل اني اقدر اشتريك، استفيد منك باي طريقة، كان هيبقى فيه مبرر اني مقتلكش. بس انا متأكد انك قضية خسرانة، مقدرش اشتريك. وقتكم انتهى. لسه مسؤول تاني لحد اخر لحظة. انتوا مش تتخيلوا ايه اللي هيحصل، ايه اللي جاي قريب.